مش كتير ناس تعرف ان انت حفيد الفنانة القديرة زهرة العلا وحسن الصيفي، فاحكي لنا اكتر يعني. ده بارت قريب قوي لقلبي. ده لسه في بقيه العيله لسه هي العيله كبيره قوي، بس البارت ده بالذات بتاع حسن الصيفي وزهره العلا. انا يمكن كنت محظوظ كتير، انا عشت مع زهره العلا كتير. بالظبط. ايوه بالظبط. جد ونينا ده حقيقي. انا لا عشت كتير مع جد، وعشت كتير يعني حياتهم فتره كبيره. مش لا عشت فتره كبيره معاها بالذات في الاواخر. لا وكان دايما القصص في الحاجات بتاعت الابيض واسود واللوكيشنز والحاجات اللي كنا بنعرفها والافلام بتاع جدي طبعا. دي ماما مين؟ لسه هنسالك مين البيبي. لا ده دي خالتي، دي منال الصيفي المخرجه. دي استاذه منال الصيفي. منال والهام وامير ومحمد وكله. نقيله من كل النواحي الفنيه ده حقيقي. لا كنت محظوظ جدا بيهم الصراحه. انا محظوظ ان انا من عيله فنيه من ناحيتين، يعني من ناحيه ابويا ومن ناحيه امي، وده شيء يشرفني الصراحه. بس جدتي وجدي بالذات عندهم تاريخ مشرف جدا 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 من سينما عظيمه، من سينما نظيفه، سينما مختلفه خالص عن اي سينما اتعملت. سينما عظيمه. كان زمان السينما سينما شاشه بجد. مظبوط جدا. بالظبط. يعني دلوقتي انا نفسي السينما ترجع تاني، نفسي الخيمه يرجع تاني، ونفسي في حاجات كتير قوي. بس هم اياميهم كانوا محظوظين عندنا بكتير جدا. يعني هم الشغلانه كانت اصعب الصراحه، بس هم كانوا محظوظين عشان ما كانش معاهم التكنيك. كان عدد نفسه محدود اللي بيشتغل، وكان الظهور سهل. ده حقيقي. يعني انك تحقق وتنجح فيها كان سهل، بس انت ناجح في وسط الزحمه كده كده. الحمد لله. الحمد لله. بنحاول. عايزين بص، هم بياكدوا عليا لازم اسال استاذ الهام شاهين وامير شاهين ومحمد شاهين. الهام امي التانية. الهام عمتي وامي التانية. امير انتيم حياتي، واكتر واحد طلع عينه معايا في الحياة. امير شاهين اكتر واحد في الحياة شايل. مودي كمان معانا. دي العيلة. مودي طبعا يا حبيبي. مودي انا بشوف مودي من 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 اشطر او من اهم الكاستنج دايركتورز في مصر طبعا صراحه. لاني بشوف ان هو الوحيد اللي عينه مختلفه عن ناس كتير. مع احترامي لاصحابي كتير جدا، عشان محدش يزعل مني، كتير قوي اصحابي، بس انا بحب جدا شغل اخويا الصراحه، وبحترم جدا اختياره للشخصيات. والكاست طبعا بيبقى مختلف جدا دايما. عنده حاجه بيحطها بتحس ان ده كاست محمد شاهين. ده حقيقي. ده هو حاطط حاجه مختلفه، وبيعرف يعمل ميرج ما بين ناس كده، بشخصيات، بناس، بيبقى العمل مليان ناس. ودايما طبعا بيبقى معايا جزء كبير. يعني هو طبعا الكاستنج دايركتور بيكون اتفاقه دايما مع المخرج. يعني انت بيبقى اختيار المخرج واختيار الكاستنج دايركتور مع بعضيهم. بس مودي دايما اغلبيه المخرجين دايما لما حد بيجي يتكلم معايا بيقولوا لي بيحبوا ان مودي يبقى ليه راي، لان مودي فعلا ما شاء الله عليه مختلف. ده حقيقي. مودي هو اللي بدا يبتكر فكره ان يبقى في كاستنج دايركتور في مصر. يعني هي اوريدي العيله كلها هي اللي بتبتدي بقى. يعني العيله كلها هي اللي بتبتدي الحاجه. يعني كان في ناس بتعمل كاستنج، في كاستنج عادي، كان في بنجيب حد بيكاست، بس مثلا المساعد الاول او المخرج المنافس هو اللي بيعمل كاستنج. فكره ان يبقى في شغلانه مسمى كامل او ما بيشتغلش اي حاجه. يعني مودي كان مساعد مخرج، بقى كاستنج دايركتور. اذا كاستنج دايركتور عايز يبقى دايركتور، ما فيش بقى، ما عندوش الحته اللي في النص دي. مش هي دي اللي هو كان حابب يبقى فيها. فلا يا حبيبي انا فخور بيه برضو.